تدخل معانا قوي اللي هو كابتن محمد ضماطي. لسه يعني موجود طبعا كابتن عمرو فاروق متواجد على طول معانا، كابتن رانيا زي ما حضرتك بتقول، كابتن ابراهيم الكفراوي واحد مننا هو يعني. طبعا هو ليه، لكن اللي كان اضافه بقى اللي كان متابع جامد قوي فعلا كابتن ابراهيم الكفراوي، ليه باع طويل من الالعاب الجماعيه كمان، يعني هو عارف كويس لاعب كره ميه معانا ولعب معانا وبرده ليه تاريخه الكبير. هو كمان كان ليه دور كبير في تاسيس عدد من اللوائح حتى اللي اتحطت للالعاب الجماعيه، هو كان ليه دور في كبير فيها. هو كان في اللجنه الفنيه لكره الميه في اتحاد السباحه، ف ليه باع كبير طبعا. واستاذ محمد ضماطي وجوده كمان اكيد ده بيدي يعني، انا بقول لحضرتك مش بيدي يعني رساله ان المجلس مهتم بالالعاب الثانيه. تمام. يعني انا هي قصه ما كانتش في المباراه النهائيه فقط يعني. طيب خلينا المجلس كمان كان واقف معانا، خلينا ناخد يعني المحرك والمدير الفني والدماغ وكل حاجه اللي بتخطط معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب او العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن هيثم، وانا سعيد على طول بمداخلاتك دي، بتخلينا يعني تعمل لنا نوع من انواع رفع المعنويات الجميلة يعني. يا كابتن ده اقل حاجة احنا بنعملها، اللي اذا كان في انجاز فهو انجازكم انتوا، تعبكم انتوا، التخطيط احنا بنعمل حاجة قد كده قصاد اللي انتوا بتعملوه كله يا كابتن. لا متشكرين على متابعة القناة لينا، ومتشكرين ان احنا بنسعد الجمهور النادي الاهلي ومتابعين متابعينك والمتابعين كل قناة النادي الاهلي، ونبقى حريصين ان احنا يبقى عند حسن ظنكم. الف مبروك يا كابتن على الانجاز اللي احنا بنحتفل بيه النهارده، بطوله الدوري المواليد 2000. يمكن قابلت حضرتك طبعا في مكتب كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي، حضرتك قلت لي ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله هنجيب الدوري. يعني انا حسيت عندنا ماتشات صعبه بس الولاد قدها. تقول ايه يا كابتن بعد الانجاز ده؟ والله انا بشكر المجهود اللي يحسب للناس اللي قدامك، باللاعبين، من اول اصغر واحد عمل حمام السباحه لغايه المدير الفني بتاع المرحله او مدير فني، مرورا بقى مدير الجهاز. تعرف ان في منظومه الحمد لله، الحمد لله الناس كلها عارفه اللي ليها واللي عليها، واحنا ربنا بيقدرنا بنتعب وربنا بيقدرنا بيكرم مجهوداتنا بالنجاح في الاخر. فانا بشكر سواء كابتن وليد، كابتن عمرو، انا ما اعرفش مين اللعيبه اللي عند حضرتك. معايا باهي ومعايا عمر ان شاء الله يا كابتن، معايا طبعا دول باهي ده كابتن فرقه وعمر، يعني لعيبه على احسن مستوى، وربنا الحمد لله كلل مجهوداتهم في النجاح، وبشكرهم على المجهود اللي هم عاملينه. طب كابتن قول لي يعني احنا في المستقبل القريب، يعني الشهر اللي جاي الشهرين اللي جاي، اهم المنافسات اللي حضرتك يعني ان شاء الله تقدر توعدنا بيها ايه؟ ان شاء الله احنا عندنا الجمعه والسبت بطوله الجمهوريه اللي بقى لها 15 سنه، وعندنا شغال دوري 2002 ودوري 2004 ودوري 98، وهيبدا دوري عمومي كره الميه، وعندنا في شهر اخر 3 بطوله الغطس الجمهوريه، وعندنا في نص 3 بطوله الجمهوريه بتاعه السباحه الطويله القصيره، وعندنا اخر الشهر ده بطوله السباحه الطويله في شرم الشيخ. انت عارف حضرتك الشهرين الثلاثه اللي جايين دول هو المنافسات كلها بتاعه السنه كلها. صحيح، وكمان احنا بنبارك لك السباحه الدرع العام يا كابتن، احنا برده مش عايزين ننسى السباحه. احنا يعني الحمد لله في السباحه بطوله القاهره اللي فاتت دي لسه خسرنا الحمد لله يوم الثلاث اللي فات، خدنا من اصل 18 كاس خدنا 15 كاس. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يا كابتن، حاجه جميله ويعني مجهود، يعني اكيد الكلام ده ما بيجيش من فراغ يا كابتن وائل، وشغل ومجهود كلها، وانا بشكرهم عليهم. احنا ما مجرد احنا ترس في محرك، والناس كلها الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا بيهم، وهم مجهودهم، احنا ما مجرد بس ان احنا بنتكلم، وهم يعني بيبقى في اتفاقيات كده وفي شغل، وربنا كرمنا الحمد لله اخر كرم الحمد لله. الف مليون مبروك كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب كابتن هيثم. شكرا جزيلا لحضرتك رئيس جهاز العاب كره الماء بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا، مجهود مشرف الحقيقه، بنتمنى لك كل التوفيق. الحقيقه اروح لكابتن عمرو ممدوح بقى مدرب حراس المرمى، شغل كبير يعني، انت نفسك كنت لعيب كويس ولسه بتتمرن، خد بالك انا عارف لسه بتتمرن. لما مسكت الفرقه كان عندك اكيد استراتيجيه يا كابتن عمرو، عايز تالي احسن مدرب بيتمنى ان يشوف ولاده في الدرجه الاولى.